بهتم لانخيوط من ناطق باسم الجيش والجبهه الداخليه فقط، وانا ساخرج هنا لاطلعكم بكل جديد. واصلوا التصرف المسؤولية وبهدوء أعصاب كما تصرفتم حتى الآن، واحرصوا على الالتزام بالتعليمات. الجيش جاهز ومستعد لكل قطاعاته في الهجوم والدفاع، مستعدين لسلسلة السيناريوهات، ونعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة من أجل مواجهة هذه الإطلاقات والتصدي لها. سلاح الجو وسلاح البحرية بعدة طبقات، ولدينا دوائر حماية من الجيش الأمريكي، لدينا منظومة دفاع جوية ممتازة وتعمل بشكل كامل. تذكروا الدفاع ليس متكامل، لذلك مهم جدا أن تحافظوا على الالتزام بالتعليمات والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية لأنها تنقذ حياتكم. الأسئلة، سؤال من القناة 12، الطائرات انطلقت، متى ستطلق الصفات الإنذار؟ نحن نؤكد أن انطلقت طائرات مسيرة من إيران، هذا استغرق وقت طويل أن تصل إلى إسرائيل، نحن سنحاول منعها من الوصول إلى منطقة إسرائيل، هذه مهمتنا. وفي حال وصلت إلى منطقتنا الجوية ستطلق صافرات الإنذار في الأماكن التي ستدخل إليها التهديدات، وسنعترضها في نفس المكان. في حال وجد تهديد آخر في زمن آخر سنطلعكم بشكل فوري بكل المنصات، وأنا سأخرج هنا وسأطلعكم بشكل مباشر. القناة 11، لماذا طائرة كناف سيون جناح صهيون في الجو؟ نحن لدينا اعتباراتنا العسكرية والعملياتية لحماية مواطني إسرائيل، هذا حول التشويش أيضا وحول قطع جوية ومن بينها جناح صهيون وهي طائرة استخباراتية. هل تدرسون ضربة استباقية لحزب الله؟ أنا لن أعطي هنا تقديرات و سيناريوهات، نحن سنقوم بما هو مطلوب منا من أجل الدفاع على مواطني دولة إسرائيل في كل مكان يطلب منا ذلك. أنا أعود مرة أخرى وأكرر وسأعود إلى هذه المنصة لأطلعكم على كل التطورات. شكرا.